نظمت في تونس فعالية الدورة الثانية للجنة الدائمة للإعلام الجديد في اتحاد إذاعات الدول العربية بعد فوز دولة الكويت مجددا برئاستها لمدة عامين. وحاز ممثل دولة الكويت وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد سعد العازمي على تزكية أعضاء الهيئة العربية لمنصب رئيس اللجنة الداعمة للإعلام الجديد في الاتحاد، ما يعكس التقدير العربي لدور الإعلام الكويتي الرائد في هذا المجال. في رحاب اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة تونس، انتظمت فعاليات الدورة الثانية للجنة الدائمة للإعلام الجديد صلب الاتحاد، وقد فازت دولة الكويت ممثلة بوكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد سعد العازمي بدورة ثانية على مستوى رئاسة اللجنة. بتوجيه ودعم من قبل معالي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عبد الرحمن بن دحم طيري وسعادة وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر المحيسن وحضور الإعلام الكويتي المتميز في المحافل والملتقيات والاجتماعات الخاصة بالمنظمات العربية والدولية، فازت دولة الكويت برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام الجديد في اتحاد إذاعات الدول العربية لدورة ثانية ولمدة عامين. وحاز العازمي على تزكية أعضاء الهيئة العربية لمنصب رئيس اللجنة الدائمة للإعلام الجديد في الاتحاد لمدة عامين، في تأكيد على ما يحظى به الإعلام الكويتي من تقدير عربي واسع. أبارك للأخ سعد. الإعلام الجديد اليوم شيء مهم جدا، يعني معروف في عمل المنظومات التلفزيونية والإذاعية وفي العمل الإخباري بشكل عام وفي يعني توصيل الرسائل للجمهور. من مشمولات هذه اللجنة تخطيط العمل حسب مقتضيات التطور التكنولوجي والاتصالي، وفق ما جاء على لسان رئيس مكتب الإعلام الجديد باتحاد إذاعات الدول العربية. بالنسبة للجنة هذه، يعني من مشمولاتها هو البحث في التطورات في المجالات التكنولوجية ومجالات الذكاء الاصطناعي وكل ما إلى ذلك مما من شأنه أن يضيف، وفي مجالات الشبكات الاجتماعية والتعامل مع الشبكات الاجتماعية وطرق البحث على المعلومات الزائفة أو التثبت من صحة المعلومات وما إلى ذلك. هذا وسيتم في السياق ذاته تنظيم ندوات بحضور أعضاء اللجنة الدائمة للأخبار واللجنة الدائمة للإعلام الجديد للتباحث حول آفاق تطوير المحتوى الإعلامي عربيا. الاحترام الذي يحظى به الإعلام الكويتي هو نتيجة جهود مبذولة على الصعيد الوطني والدولي. روضة حمدي، تلفزيون دولة الكويت، تونس.